ان الفازوبريستين والديزموبريستين. الفازوبريستين هو عباره عن ناتشورال هرمون، يطلع الفازوبريستين من البوستيريور بارت مال البيتويتري جلاند. وظيفه الفازوبريستين انه ممكن يشتغل على الكدني، يشتغل على الكدني كانتي دايوريتيك هرمون، يعني يمنع ان ميكينج ات بريفنت ميكينج تو ماتش يورين، ويساعد على الووتر ريتينشن، يعني يشتغل على الكدني يساعد على عملية الووتر ريتينشن ويمنع تكوين التو ماتش يورين. هاي واحدة من التأثيرات مالته. وممكن انه يشتغل الفازوبريستين على البلود فيسل، يحفز الفيزو كونستركشن، فبالناحيتين هو يزيد البلود بريشر، يعني من ناحية انه يزيد المحتوى المائي بالدم، والناحية الثانية انه بي فازو بريسر افكت. هذا بالنسبة للفازوبريستين. الفازوبريستين هو عبارة عن انتي دايوريتيك هرمون، يكون ستراكتشرالي ريليتد تو اوكسيتوسين، تقريبا اكو تشابه بالستراكتشر بينه وبين الاوكسيتوسين، وقلنا الاوكسيتوسين واحدة من الاعراض الجانبية انه يشتغل مثل الفازوبريستين، يحصل البلود بريشر، يحصل السوائل، وكذلك يساعد على الفيزو كونستركشن. التأثيرات مال الفازوبريستين بي انتي دايوريتيك وبي فازو بريسر افكت، بتأثيرين، واحد من عندهم انتي دايوريتيك يمنع الفورميشن اوف تو ماتش ووتر يورين، يعني يمنع خروج كمية عالية من المي ويا اليورين، والتأثير الثاني انه بي فازو بريسر افكت، انه يساعد على تقلص الأوعية الدموية ويرفع الضغط. الريليز مالته طبعا هو الفازوبريستين يطلع نتيجة التغير بالأوزمولاريتي، أو أنه تغير بالبلود فوليوم، فمن يقل عندنا البلود فوليوم أو مثلا الأوزمولارية مال البلازما تزيد، الأوزمولارية مال البلازما يعني معناتها أنه زيادة بالأملاح فترفع الأوزمولارية، أو أنه قل عندي البلود فوليوم فيجي فإعاز بالدماغ منطقة الهايبوثالاماس أنه تبدي تكون الفازوبريستين. هذا الفازوبريستين من يطلع يأثر على ريسبترات، الريسبترات مالته عند V1 ريسبتر وعند V2 ريسبتر. ال V2 ريسبتر موجودة بالكدني وتساعد على عملية الووتر ابزوربشن، فإحنا من يقل عندنا البلود فوليوم أو يزيد عندنا الأوزمولارية فيطلع عندنا الفازوبريستين. الفازوبريستين إذا اشتغل على ال V2 ريسبتر فيساعد على الووتر ابزوربشن ويحصل السوائل بالجسم. أما إذا اشتغل الفازوبريستين على ال V1 ريسبتر فهذا ممكن أنه يسوي لنا عملية الفيزو كونستركشن بالبلود فيسلز أو الفيزو كونستركشن بالبلود فيسل مال الكدني، وأيضا يساعد على ارتفاع الضغط. فمن ينخفض الضغط نتيجة مثلا قل عندي البلود فوليوم يطلع عندي الفازوبريستين من الهايبوثالاماس عن طريق النيورو هايبوفيزز. ليش؟ لأن الهايبوثالاماس تتصل بالبوستيريور بتويتري جلاند بشكل مباشر عن طريق نيورو هايبوفيزز، مو عن طريق البلود فيسل ولا عن طريق الريليزنج هرمون، عن طريق النيورو هايبوفيزز يطلع الفازوبريستين. أما يشتغل على الفي 2 أو الفي 1، الفي 2 موجودة بالكدني، الفي 1 موجودة بالبلود فيسل أو بالبلود فيسل مال الكدني. فبالنسبة للفازوبريستين، الفازوبريستين تأثيره، الفازوبريستين يشتغل على الفي 2 ريسبتر. الفي 2 ريسبتر من يشتغل على الفي 2 ريسبتر حيزيد الووتر بيرميابيليتي اند ريابزوربشن بالكولكتنج تيوبيوم، موجود ايضا بالليفر والفازيكولار سموث مسل اند اذر تيشوز الفي 1 ريسبتر. وتأثير الفازوبريستين على الفي 1 ريسبتر حيسوي لنا فازوبريسر افكت، يعني حيرفع الضغط. فبالنسبة للتأثير على الكدني، التأثير راح يكون بالكولكتنج تيوبيوم. احنا مثل ما نشوف انه هذا النفرون عندنا بي جلوميرولوس اللي هي الكبيبة، وبي تيوبيولز وبي كولكتنج تيوبيول. فاول شيء تكوين اليورين، يصير عندنا عملية الفلترة انه البلود يتفلتر،
وراها بداخل التيوب يصير عندنا ري ابزوربشن للاملاح، وهنا يتكون عندي اليورين بالكولكتنج تيوب. مثل ما نشوف هنا اول شيء عندنا عمليه الفلتره، يتفلتر الدم، ينزل عندنا اول شيء اليورين اللي بيه الاملاح والمواد المفيده، التيوبيولز تسحب المواد المفيده مثلا المي والاملاح والسكريات وغيرها الى ان يوصل للكولكتنج تيوبيول. من يوصل للكولكتنج تيوبيول هذا حيكون اليورين مخفف يحتوي على كميه من المي، فبداخل الكولكتنج تيوبيول هنا يصير عندنا عمليه الري ابزوربشن اوف ووتر، عمليه انه ناخذ قل المحتوى المائي لليورين، انه المي الزايد مال اليورين يتم اخذه وارجاعه الى الجسم. هاي العمليه رجوع المي الى الجسم بالكولكتنج تيوبيول تحدث اندر ذا كنترول اوف اوكسي اوف فازوبريسين، عن طريق الكنترول اوف فازوبريسين. فازوبريسين حيأثر لي على الخلايا الطلائية الموجودة هنا عن طريق الفيتو ريسبتر، ومن خلال تأثيره على الفيتو ريسبتر حيؤدي إلى زيادة سحب المي إلى الجسم. هذا بالنسبة إلى تأثيرات الفازوبريسين، انه تاثيره على الفيتو ريسبتر اللي موجوده بالكولكتنج تيوبيول مال الكدني، ويساعد على انه زياده سحب المي من اليورين، وبالتالي حيقلل من فقدان السوائل. ولهذا نشوف انه الفازوبريسين يطلع من الشخص يفقد كميه من البلود فوليوم، وكذلك ايضا يساعد الفازوبريسين على الفيزو كونستركشن بالبلود فيسل بالفازيكولار سموث ماسلز. هذا بالنسبة للتأثير الفسلجي مالته. لما نجي على الاستخدامات مالته الفازوبريسين، يستخدم الفازوبريسين في علاج حالة اسمها الدايبيدز انسبيدس. حالة الدايبيدز انسبيدس هي فد نفروجينيك كيس، هي إمينة فد مرض يصيب الكلية. هذا المرض من يصيب الكلية يصير عندنا فد مشكلة بالووتر ابزوربشن بالكولكتنج تيوبيول، ما يصير عندنا ري ابزوربشن للمي، فالشخص يفقد كمية عالية من الماء، وبالتالي دائما نشوف عنده هايبوفوليميا، يعني نقص بحجم الدم وزيادة بالأوزمولارية، فالجسم بذاك الوقت يحتاج إلى الفازوبريسين. إذا هو الجسم ما يفرز فازوبريسين بشكل كافي، فيحتاج الجسم أنه ياخذ الفازوبريسين أو الأنتي دايوريتيك هرمون على شكل تريتمنت، يعني هو نفس الفازوبريسين او الانتي دايوريتيك هرمون ينطوه اياه على شكل تريتمنت، وهذا يكون على شكل اي في. الماينر افكت مالته انه ايضا يستخدم كماينر يوز بالعلاج الايسوفيجال فارسز، البليدنج ديو تو ايسوفيجال فارسز اللي تصاحب السبتيك شوك. مرات bleeding due to esophageal varices، يعني مرات نزيف يحدث نتيجة وجود دوالي بالمريء، وهذا دائما يصير بعد septic shock، بعد ما مثلا ينصاب البلود بالسبتسيميا أو بالبلود infection، فممكن أنه يصير عندنا دوالي بالمريء، الدوالي بالمريء تسبب لنا زيادة bleeding، فنحتاج في شيء سوينا vasoconstriction، ممكن أنه نستخدم الانتيديوريتيك هرمون أو الفازوبريسين. الفازوبريسين وظيفته أنه يساعد على تقليص الأوعية الدموية، فإذا نتيجة تأثيره على الكدني ممكن أنه نستعمله بعلاج الدايبيدز انسبيدس، وهذا مو مثل الدايبيدز ميليتس. الدايبيدز ميليتس هي داء السكر، الدايبيدز انسبيدس هو مرض يصيب الكلية، والكلية تكون غير قادرة على تجميع الماء بالجسم، فننطيه الانتي دايوريتيك هرمون، أو ممكن أنه نستعمله حتى نقلل عملية البليدنج اللي تصير بالإيسوفيجال فارسز واللي تصير ويا السبتيك شوك. بالنسبة للفازوبريسين السايد افكت اللي هو من ضمن السايد افكت مالته، نتيجة هو تأثيره على الكدني، فممكن يصير عندي ووتر انتوكسيكيشن اند هايبونايتريميا، لانه هو كسايد افكت هو يحصر السوائل بالجسم، اذا زادت كميه السوائل عن حدها نتيجه وجود الفازوبريسين هنا بالعكس حيصير عندي ووتر انتوكسيكيشن، يعني انا انطي لما يصير عندي هايبوفوليميا، لكن اذا زاد عن حده حيسوي لي ووتر انتوكسيكيشن، بالووتر انتوكسيكيشن يصير عندي هايبونايتريميا. ليش؟ لانه يزيد عندي كميه السوائل المحصوره بالجسم، وايضا ممكن يسبب لي ابدومينال بين. كارير سايد افكت ممكن يسبب لي تريمور اند فيرتيجو. اذا الميجر سايد افكت او اهم سايد افكت بالفازوبريسين هو الووتر انتوكسيكيشن اند هايبونايتريميا، ايضا ممكن يسبب لي ابدومينال بين، ممكن ان يسبب لي تريمور اند فيرتيجو. تعرف
انه الفازوبريسين احيانا من الصعوبه انه يستخلصوا او يحصلون عليه، فاكو انالوج له مصنع هو اسمه الديزموبريسين. الديزموبريسين هو انالوج للفازوبريسين بينما بمينيمال اكتيفيتي على الفي 1 ريسبتر. انت تعرف احنا قلنا الفازوبريسين ياثر لي على الفي 1 والفي 2، هذا كفازوبريسين نفسه. الفي 2 موجوده بالكيدنيز، الفي 1 موجوده بالبلاد فيسل. بنصنع الديزموبريسين، الديزموبريسين بمينيمال اكتيفيتي على الفي 1 ريسبتر، فالديزموبريسين شغله على الفي 1 ريسبتر يكون قليل، بس شغله وين يكون اكثر شيء؟ على الفي 2 ريسبتر. يعني هذا وين يشتغل اكثر شيء؟ يشتغل اكثر شيء على الكدني. الفازوبريسين يشتغل على البلاد فيسل وعلى الكدني، يعني يشتغل على الفي 1 والفي 2، لكن الديزموبريسين اللي هو انالوج للفازوبريسين شغله اكثر شيء على الفي 2 ريسبتر بمينيمال اكتيفيتي على الفي 1 ريسبتر، فبالتالي بي ات از فري اوف بريزر افكت. الميزه طبعا مال الانالوج انه الاكشن مالته يكون لونجر، فبالتالي هو الاكشن مالته يكون لونجر. الديزموبريسين فرق عن الفازوبريسين انه بي لونجر اكشن، انه هو كانالوج يكون بي لونجر اكشن، ذاك الفازوبريسين بي شورت هاف لايف. الشغله الثانيه انه ما يشتغل على الفي 1، يشتغل اكثر شيء على الفي 2 ريسبتر، اذا شغله يكون اكثر شيء على الكدني، فبالتالي يستعمل بالتريتمنت اوف دايابيتس انسيبيدس او نكتورال انيوريسيس. فالاستخدام الطبي مالته دايابيتس انسيبيدس او نكتورال انيوريسيس، بينما بالفازوبريسين كان الاستخدام هو ممكن الدايابيتس انسيبيدس او ممكن يعالج دي البليدنج ديو تو اسوفاجال فارسس. هذا الاستخدام للفازوبريسين. لكن الديزموبريسين بما انه ما يشتغل على الفي 1 ريسبتر، يشتغل بس على الفي 2 ريسبتر بمينيمال افكت الديزموبريسين على الفي 1، فما ننطي بالايزوفيجال بليدنج، صار الديزموبريسين شغله فقط دايبيدس انسيبيدس اند نكتورال انيورسيس. الشغله الثانيه بالديزموبريسين انه الفازوبريسين دائما ينطي اي في وبي شورت هاف لايف، هذا بي لونجر هاف لايف، ممكن انه ننطي اورالي اور از انترا نيزال سبراي اور انترا نيزال دروب. الانترانيزال سبراي ما نقدر احنا هنا نفد معذير بيها انه الانترانيزال سبراي مال الديزموبريسين should not be used for انيورسيز due to reports of seizure in children. وشغله ثانيه النيزال سبراي ما تقدر النيزال سبراي ممكن انه يسوي لي local irritation، وايضا مو ممكن انه استخدمه للتشلدرن اللي يعانون من الدايابيدس انسيبيدس، لانه اكو تقارير تقول انه ممكن يسوي اندكشن اوف سيجر. يعني هو انت لو تعطي اورالي لو نيزل سبراي، النيزل سبراي بمحاذير اثنين، انه بالتشلدرن اللي عندهم دايبيدس انسيبيدس ممكن يحفز الديزموبريسين على السيجر، وكذلك انه ممكن يسوي لي لوكال اريتيشن. ثانك يو فيري ماتش.